روبرتو كارلوس والركنيه الفرنسيه عن يسار فلافاريل والكره في المرمى. هدف عن طريق زين الدين زيدان ينجح في احراز هدفه الاول في البطوله. زين الدين زيدان يحرز الهدف الاول لفرنسا في هذه المباراه النهائيه وفي فرنسا 98 بكره راسيه من الضربه الركنيه مباشره. زيدان في الدقيقه 28 يضع فرنسا في المقدمه بهدف مقابل لا شيء من الركنيه مباشره الى راس زين الدين زيدان في مرمى تفاريل وفرنسا.